السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في الحصة 15 من بري آيلتس وذ شيبان. كيف حالكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. Today I'm going to start with grammar, if conditional. وحنتكلم عن الـ if sentences for possibility and impossibility. فقط للتذكير هذا الموضوع if conditional في بعض المستويات، والمستوى اللي حنبدأ به هو المستوى الفوق المتوسط أو المتوسط، يعني نقدر نقول فوق المتوسط، ثم هناك المستوى المتقدم، لكن الفكرة هي واحدة. اللي يهمني في هو حاجتين، اللي هو أما possibility، يعني الـ if conditional، يا أما تتكلم عن possibility اللي هي الـ possible actions أو impossible actions، يعني أما إمكانية الحدوث أو عدم الحدوث. القاعدة هي التي تقول anything with present tense is possible. لو شفتوا أي حالة من حالات الـ if conditional or if clauses, they call them if clauses or if clauses في الأمريكان accent. If you see present simple tense, معناها possible to happen. هذه هي. هذا هو المعنى. وإذا رأيت الفعل ليس بالpresent بل past، إذا كان هناك استخدام لأي فعل في الماضي، معناها impossible to happen. هذا الملخص بشكل عام. Impossible to happen. هذا الملخص بشكل عام. وحنشتغل عليه إن شاء الله حصة اليوم وحصة بكرة من أجل أن نفهم. طبعاً كبداية أيضاً أكرر أنه أنا في المستوى المتوسط أو فوق المتوسط الآن. في المستوى المتقدم ممكن نستخدم حتى الباست الماضي في الكلام، الحالة في الماضي نتكلم عليها في المضارع ونتكلم عليها في المستقبل. يعني we can use past conditionals to express situations that are happening either in the present time or in the future. ولهذا هذا موضوع الـ if conditionals حيأخذ بينا مستويين. حنبدأ بالمستوى الأول نفهم مفهومه، لأنه المشكلة فيه هو الترجمة في اللغة العربية، لكن هو يتكلم عن حاجتين لا ثالث لهما: possible to happen, impossible to happen، لا أكثر ولا أقل. خلينا نبدأ بالحالات البداية الأولى، وهو طبعاً حسب ما تشاهدون معطيكم القاعدة present وfuture، وأكيد طبعاً العلاقة ما بين المضارع والمستقبل تتكلم عن حاجات things that possible to happen. The possibility of happening، اللغة الإنجليزية ليست كاللغة العربية، يعني مشكلة فهم هذه القاعدة. إحنا نستخدم س سأذهب سوف، يختلف المفهوم عنها في اللغة العربية من المفهوم في اللغة الإنجليزية. يختلف، كيف يختلف؟ يختلف بنسبة الحدوث، يعني يسموها to what extent it might happen. Is it highly likely to happen? Is it not highly likely to happen? It might happen. It may happen. It can happen. It could happen. فهذه may وال might وال can وال could وال will وال would كلها تستخدم للدلالة على إمكانية أو حجم إمكانية الحدوث. يعني ليس بالضرورة أنه سيحدث معناها سيحدث 100%، لكن هذه الإمكانية. إذا حنجي نركز على محورين رئيسيين في هذا الدرس اليوم. في أي وقت نأخذ اللي هو الـ possibility، possible، وحنقول versus ضد impossible. Possible و impossible. نكتبها صحيحة. و impossible. بهذا الشكل. حنبدأ. شوفوا هنا الحوار. Tom, I think I left my lighter at your house. Have you seen it? No, but I'll look.
If I find it, I'll give it to you. I think I left my lighter, lighter الولاعة at your house. Have you seen it? Have you? شوفوا هنا لم يسأل بكلمة did you. Did you see it? لماذا؟ لماذا لم يسأل باستخدام did؟ لماذا؟ سأل بي have you seen it؟ لماذا؟ I'm asking you. I think I left. أعتقد نسيتها. Have you seen it؟ لماذا لم يسأل؟ لأنه نساها في الماضي. لماذا يسأل في المضارع التام؟ I think because he wants to know now what if he could find it or not. Because the action is still until now. It's happened in the past, but it's still until now he look for to find this one or this thing. Yes. He's asking about something that happened short time ago. يعني ليس من مدة. Have you seen it? Have you seen it? هل مرت عليك؟ هل شفتها؟ إذن هنا have you seen it? Not did you see it? لما نقول did you see it معناها هل شاهدتها في الماضي؟ وهذا الماضي قد يكون يعني قبل مدة. لكن have you seen it? I'm talking about time. هنا الوقت يهمني. يعني هل أنت شفتها من مدة بسيطة مرت عليك شفتها كذا؟ No, but I'll look. If I find it, I'll give it to you. إذن هنا if I find it مضارع present simple, I'll give it future. إذن هنا معناها possible to happen. Possible to happen. لأنه لا يوجد مانع. أي لو شفتها حالا. Yes. In this example, there is a real possibility that Anne will find the lighter. So she says, if I find it, I'll give it to you. Real possibility. لأنه احتمالية الحدوث هنا عالية جدا. هنا الجملة الثانية حيتحول إلى الماضي. If I found, هذه هنا ماضي, past, a $100 bill on the street, I would keep it. If I found a $100 bill on the street, I would keep it. هنا يتكلم عن الباست. إذن الإشارة هنا impossibility. Yes, فإذن impossibility. If I found. لماذا استخدمت الماضي؟ هل هي فعلا ورقت $100؟ يعني ترجمتها حتى لو تجون ترجموها بالعربية لو وجدت لو لقيت $100 ورقة $100 سأحتفظ بها. س كلمة س هذه حتجي بالعربية باستخدام سوف يعني هذه الود هنا سوف لكن ليس هذه الترجمة ليست هذه هي الترجمة الصحيحة. لماذا استخدمت الماضي if I found؟ هنا تختلف unreal situation I think. لأنه في الأولى هناك ولاعة فعلا ولاعة ضائعة شيء ضائع حقيقي شيء real situation is real يعني هذا كله فنشيل هذا الكتابة كلها ونقول هنا هذا كله عبارة عن real situation كله موقف كان واحد توم كان في منزل آن left ترك الولاعة ترك الموبايل ترك الشيء حقيقي بس راح أدور راح أشوف if I find I'll give find if I find present I'll give it to you present. الموقف الثاني لا أن تتكلم if I found a $100 bill on the street I would keep it. هنا this is unreal situation.
الموقف غير حقيقي أو ما يسمى imagined. imagined معناها متخيل. imagined موقف متخيل. أي موقف تتخيله يجب أن يكون في الماضي. أي موقف تتخيله، تتخيل موقف في الماضي، تتخيل موقف في المستقبل. يعني مثلا تقول لو مثلا نقول if I had the chance to study physics I would have to. If I had the chance، لو كان عندي الفرصة، لو توفرت لي الفرصة لدراسة الفيزياء لفعلت. شنو معنى هذا الكلام؟ أنا الآن عمري 52 سنة وأقولكم if I had the chance، I had the chance to study physics I would have to. إذن شنو معنى كلامي؟ شخص في الخمسين ويقولكم لو كان هناك فرصة لدراسة الفيزياء لدرستها. شنو هذا الكلام؟ شنو It is imaginary situation. Imaginary, but what about the situation? Am I imagining about the present or am I imagining about the past or am I imagining about the future? No, imagine about something the past. Yes, the past. إذن نتكلم عن الباست مثلا. أوكي، نتخيل موقف ثاني. نتخيل ربت بيت، أوكي، واشترت مثلا نقول اشترت أربعة أكواب. خلي ولو الرسم ليس بالجيد. اشترت أربعة من الأكواب، نوعية ممتازة جدا. نوعية يعني هنقول excellent، نوعية ممتازة. وبعد ما وصلت للبيت وشافوها هذه الأكواب أو هذه الزجاجية الجميلة، قالوا ليش ما اشتريتي أكثر؟ ليش ما اشتريتي أكثر؟ ممتازة، رخيصة. فماذا تقول لزوجها؟ If I had the money، if I had more money I would buy more. If I had more money I would buy more glasses. معناها لو كان عندي فلوس لكان زدت على الأربعة. شنو معنى هذا الكلام؟ الإيماجند هي تتخيل موقف. ماذا تتكلم على أي موقف هنا؟ تتكلم عن imagination. لو كان عندي فلوس أكثر لاشتريت أكواب أكثر. إذن هنا تتكلم عن الباست. أوكي، مرات نتخيل نفس الخيال عن المستقبل، على المستقبل، لكن أيضا لأنه imagined we use past simple، نستخدم الماضي البسيط. مثلا if I had $1 million، if I had $1 million I would travel to space or I would travel into space. If I had a $1 million let's say or $1 million cash I would عندي مليون دولار كاش لا أخذت رحلة إلى القمر مثلا. What kind of a situation is this? Okay. شو نوع التمني هنا؟ هل التمني في الماضي؟ Okay. لماذا future مش ماضي؟ اللي حيجاوب وحيحرف الفرق يعني معناها فاهم مضبوط. لماذا future؟ Why future not past؟ لو عندي مليون دولار لا شاركت في رحلة إلى الفضاء أو لا حجزت تيكت إلى الفضاء. Why future not past؟ impossible. It's impossible in the past. يا سلام عليك، لأنه لا يوجد حجز لرحلة إلى الفضاء بمليون دولار في الماضي قبل 20-30 سنة. الرحلات إلى الفضاء أصبحت ترند يعني في العشر سنوات الأخيرة أو في الخمس سنوات، يعني في الأخيرا، يعني مش
ليست بشيء كان موجودا وانا لا استطيع. يعني مثلا هذه المراه تتذكرون اشترت 4 اكواب، اكواب موجوده في السوبر ماركت، موجوده في المول، موجوده في يعني في الشوبينج سنتر. يعني لو كان عندها فلوس اكثر لكان اشترت. صحيح هو الموقف يعني impossible to happen و imagined، لكن في الماضي. اما لما تقول لو عندي مثلا لكنت مثلا ساهمت في بحوث او ساهمت في تطوير لقاح مثلا كورونا مثلا. So this is about the future. هذا الشيء يحتاج من عندكم انه تتاملون بشوي شوي، لا تستعجلون فيه. You have to understand the situation، الموقف. شوف هنا السؤال الثاني جميل جدا. What would you do if you won $1 million؟ What would you do؟ Not if you win، لا مش win هنا. لو بالعربية كيف نترجمها؟ ماذا ستفعل لو ربحت مع مصطفى الأغا 100 أو مليون دولار؟ ماذا ستفعل؟ شنو كلمة ستفعل هنا؟ مستقبل صحيح؟ لكن شوف في الإنجليزية What would you do if you won، مش win مضارع، لا ماضي، $1 million. هنا موقف إيماجين. صوتي قطع يا دكتور ولا الجفيدن. لحظة بس لو سمحتم خلينا نشوف النت. هذا مشكلة عندي في الإنترنت. أوكي لحظة بس مهلوني دقيقة بس أشوف مسألة مشكلة الإنترنت. Just one minute. Okay, sorry. The internet is very, very slow, very weak. المشكلة عامة وليست خاصة. Before this. Now, what does that mean? If we didn't go next week, they would be angry. They would be very angry. طبعا هذا المفهوم باللغة العربية غير موجود. We don't have it. So we say, if we didn't go. المفروض احنا في العربية في لغتنا نقول if we don't they will or they would be very angry. لكن لماذا استخدم هنا didn't go للكلام على المستقبل؟ لأنه أيضا يتخيل ماذا يمكن أن يحصل. إذا هو أيضا imagine situation. Yes. إذا لم نذهب سيتعصبون، سيغضبون، سيزعلون. إذا هنا يتكلم عن imagined situation. Okay. لكن لو قال if الجملة we don't. If we don't. شو الفرق معناها if we don't? Don't mean real situation. Something possible happened. Yes, real هنا ومعناها شنو حيحصل لو حصل هذا الريل؟ He will be angry. Yes, معناها سيحصل هذا الشيء، سيحصل.
لكن هنا يتخيل. فالتخيل عادة يكون أضعف من الحقيقة، وأنتم تعرفون هذا الكلام، أنه الشيء الحقيقي هو إمكانية حدوثه أعلى بكثير من الشيء الخيالي. يعني إمكانية حدوث الشيء المستقبل أعلى بكثير من إمكانية حدوث الشيء المستحيل. Anne wouldn't lend me any money if I asked her. هذه الجملة التي بعدها. Anne wouldn't lend me any money if I asked her. شنو الموقف هنا؟ Wouldn't lend if I asked. حتى هو imagined. شنو معنى الجملة هنا؟ Anne wouldn't lend me. Anne لن تقرضني المال حتى لو سألتها. Even if I asked her. What does he mean here? شنو تعرفون عن هذه الجملة؟ من لما استخدم الـ impossibility. It's mean the unreal situation. It is imagined, لكن شنو معرفتكم بآن هنا؟ هل العلاقة جيدة بينها وبين آن مثلا؟ No. No. احنا نقول مرات حتى لو عندي مش حنعطيك. حتى لو عندي مش حنعطيك. اوكي؟ ممكن تسلفني 10 دولار، ممكن تسلفني 100 دولار. لا، يقول لنا No. Would you lend me some money? No. Even if I had, I wouldn't. Even if I had it, I wouldn't. حتى لو كان عندي مش حنعطيك. شنو معنى هذا الكلام؟ معناها العلاقة ليست جيدة هنا. And wouldn't lend me money if I asked. لو سألت أنا متأكد هي مش حتعطيني. حتى لو كان عندها مش حتعطيني. معنى هنا يتخيل موقف مسبق لسوء العلاقة، لسوء الظن، لوجود شيء مشكلة ما بين الشخصين أو الطرفين، فهنا يتحول إلى imagined. فإذا imagined معناها not real or unreal بهذا الشكل. Okay. I would be very frightened. I would be very frightened if someone pointed a gun at me. I would be, I'd معناها I would, if someone pointed a gun, I would be very frightened. سأصاب بالذعر لو واحد وجه مسدس نحوي. فإذا هو الموقف لم يحصل، فيتخيله لم يحصل. Okay. If we, they would be angry if we didn't go. إذا لم نذهب. They would be angry. Okay, they would be angry. نفس الشيء. إذن عندما نتخيل شيء نستخدم الماضي، وعندما شيء يمكن أن يحدث. Okay, yes. Yes. هنا هذه الجملة، شوفوا لي هذه الجملة وأعطوني شنو مفهومكم فيها. This is from a formal letter. من رسالة رسمية يعني. A brochure. أو يقولها بروشور اللي هو يعني الكتيب الإعلان أو منشور. I would be very grateful if you would send me. I would be if you would send me your brochure and price list as soon as possible. ليش هنا قال I would be very grateful if you would send me. Not if you send, if you would send me. لماذا استخدم I would و would ثانية في رأيكم أنتم؟ I think because it is unreal situation, but in the future.
No, this is to be polite. هذه to be polite. It's a formal letter, as I said. Yes, واحد يكون مؤدب, يكون لطيف, يكون دبلوماسي. و possible, يتكلم عن possibility. I would be very grateful. سأكون ممنون لو بعثت لي منشور قائمة الأسعار. حكون ممنون منك, لكن استخدم الود. المشكلة وين؟ المشكلة في المدارس لما درستوا القواعد قالوا لكم في الماضي الول تتكلم عن الفيوتشر, هكذا علموكم في المدارس. والود هو الماضي, الماضي الباست بتاع ول, وهذا غلط. الصحيح انه الول إمكانية حدوثها أعلى من would. يعني إذا قلت مثلاً قلت I will go, معناها نسبة الحدوث مثلاً 60%. I would go, معناها نسبة الحدوث 50%. فهي إمكانية الحدوث وليس مستقبل أو مضارع وماضي كما درسوكم. فإذا هنا I would be very grateful if you would send me your brochure. I'm priceless. بهذا الشكل. إذا المفهوم هنا. أوكي, إلى حد هذه النقطة هل كمفهوم كفكرة is it clear to you؟ أنا هذا كان ببطء شديد لأن أعرف أنه الكل يترجم إلى اللغة العربية مش أن يفهم, لكن this is not good. You have to imagine the situation, the context. لازم تشوفون اوكي. اذا هنا نحتاج انه نفهم المحتوى, نفهم السياق. اوكي, if you stop smoking you would be probably feel healthier. شنو هذا الموقف؟ If you stopped smoking, you would feel healthier. شنو الموقف هنا؟ منو يكلم منو؟ واحد يتخيل الموقف ويفهمني هذه الجملة. Maybe a doctor talk to his patient. Yes. And what about this patient? Is he good? Is he bad? He's a good patient, but he needs just to stop smoking in order to be or to be healthier. So this is now the patient maybe is very sick. مريض وصل لحالة مرضية متقدمة, فالطبيب نصحه if you stopped smoking, لو قطعت التدخين, توقفت عن التدخين لكان شعورك أو كان صحتك أفضل. إذن it is what? It is, he's describing a present situation. يتكلم عن the present situation, لكن مستحيل لأنه لم يتوقف عن التدخين ولا يشعر بتحسن. يعني مرات مثلا عندنا صديق عزيز وننصحه يا رجل اترك التدخين, يا رجل التدخين راح يدمر صحتك, يا رجل التدخين مهلك, ثم نسمع بعد فترة أنه جت ذبحة صدرية مثلا, نمشي نزوره في المستشفى مثلا, فنقول يا ما نصحناك, لو تركت التدخين لما وصلت لهذا الحال. إذن هنا نتكلم عن the present situation, احنا في المستشفى الآن معه, لكن هل ممكن تغيير هذا الواقع الآن؟ نو, لأنه هو لم يترك التدخين ولم تتحسن صحته. They wouldn't come to the party if you invited them. They would come if you invited them. Okay, إذن هنا
شنو تحطص شنو معنى هذه الجملة؟ They wouldn't come if you invited them. معناها؟ There is a previous situation based on this conditional Very good. معناها هنا حتى لو دعوتهم لن يأتوا للحفلة. أكيد هم زعلانين. There is as نجلاء said, she said there is something between them, something bad or يعني في نوع من الزعل. So they wouldn't come even if you invited them, they wouldn't come. حتى لو دعوتهم لن يأتوا. شوفوا اللي بعدها. They might be angry if I didn't visit them. They might be. هنا المايت نتكلم عن 40 إلى 50% ممكن إمكانية حدوث. Might be. They might be. أقل من would be. أقل من will be. أقل. يعني إحنا أقوى واحدة اللي هي will. وبعدين تأتي بعدها would. يعني will ثم بهذا الترتيب will ثم would. عندنا can و could و may و might. فأقوى واحدة will وأضعف واحدة might في الواحد. يعني will وأقل من will would. Can وأقل من can could. May وأقل من may might. The strongest will and the weakest is might. هنا احتمال ضعيف. They might be angry if I didn't visit them. إذن شنو معنى هذا الكلام؟ أسألك أنا. What would happen if you didn't visit them? What would happen if you didn't visit Ali's family? ماذا سيحدث لو لم تزور أو تقوم بزيارة علي؟ فباعتبار عائلة علي يعني ليست العلاقة يعني قوية أو كذا، معناها احتمال يزعلون. فنقول they might be angry if I didn't visit them. فأنا قللت إلى أقوى أو أقل إمكانية الاحتمال باستخدام might. If it stopped raining, we could go out. If it stopped raining. إذن شنو معنى هذا الكلام؟ شنو السيتويشن الآن؟ لماذا يستخدمون الـ impossibility؟ Because it's a heavy rain. Yes. معناها الآن تمطر وتمطر بشدة والمطر مستمر، معنى احتمالية وقوف المطر ضعيفة جدا، فاستخدمنا ماذا؟ استخدمنا الـ impossibility. Can we use would instead of could? Yeah. Yes. لكن would شنو حتصبح يا عزيزي؟ حتصبح أعلى في الاحتمال، أقوى في الحدوث. لماذا استخدم could؟ لضعف وقوع الفعل، لضعف يعني نسبة حدوثها ضعيفة. If it stopped شكلها مش هتوقف يعني. فنتخيل لو وقف المطر ممكن نطلع أو ممكن نطلع برا البيت أو خارج البيت. أوكي؟ لكن شكلها مستمرة في المطر، ولهذا أعطيتها stopped، أعطيتها الفعل في الماضي لشو لبيان الـ impossibility، لبيان الاستحالة. أوكي. Is it okay إلى هنا؟ أنا طبعاً بس هبدأ في الجملة الأخيرة. Tom would be angry if I didn't visit him. Tom would be angry if I didn't visit him. What's the meaning here? It means that the relationship between Tom and the speaker is very strong. Very good. Because of that, he would be angry if I didn't visit him.
Very good. إذن العلاقة بينه وبين توم قوية. هو متأكد إنه لا إذا لم يزره فسيغضب توم. توم سيغضب. إذن هنا he's really sure about what is going to happen. Okay, now, الأخيرة. The last one. What would you do if you were bitten by a snake? أو حتى, what would you do if you bitten? حتى if you bitten, تمشي. What would you do if you bitten by a snake or if you were bitten? طبعاً هي were bitten, هذه passive voice, مبني للمجهول, مبني للمجهول. Were, verb to be. زائداً تصريف الثالث للفعل bite. Bite يعني يعض. كلمة bite يعض لكن احنا في العربية لا نقول يعض عضتني أفعى أقول لدغتني أفعى لدغ. أو عض الثعبان عضة ممكن يس عض الثعبان لدغت عقرب يس. So we say عضت الأفعى. أو لدغت الأفعى. يس يلدغ يا. إذن المهم شن دخلنا بالترجمة. What would you do if you were bitten by a snake? هنا? It is an imagination situation that the speaker wants to know what is the measures that you do if you were bitten by a snake. Yes. وهذه كلها تجي في الemergencies, في الfirst aid, في الإسعافات الأولية. نفترض حدوث الشيء. If you had a fire, ماذا ستفعل في كان حريق? What would you do if someone got poisoned? إذا تسمم or if a child got poisoned, ماذا ستفعل إذا الطفل تسمم أو حصل له تسمم? وهكذا هذا كله imagined كلها هذه situations. طبعا تكلمنا كثيرا على imaginations. نأخذ تمرين بسيط ثم نرجع إلى the rest of the story إلى بقية. قصصنا. إذن هنا خلي نبدأ بالتمرين هذا على الأقل. This is one of the this is a very good example, a very good exercise. على الأقل as long as we have the verbs, we can manage them. مثلاً شوف examples. If I found a $100 bill on the street, I would keep it. They would be very angry if you didn't visit them. هنا معطيك not visit معناه نفي فحتقول didn't visit. Number one, if the company offered me a job, if the company offered me a job, I think I would take it. I would take it. I would. شنو هذا الموقف؟ أحد يشرح لي الموقف شنو معناه؟ لماذا يستخدم الإيماجيناتيف؟ Because he said, I think, he's not sure about... Yes, it means here, he is working for a company. هو يشتغل الآن في مثلا نقول شركة IBM مثلا. يشتغل في شركة أبل. خلينا نقول شركة أبل. نفترض. فيسمع أنه واحد صاحبه شركة سامسونج عرضت عليه عمل. أوكي؟ والعمل رفضه. فهو بينه وبين نفسه ماذا يقول؟ والله لو عرضوا علي هذه الفرصة لكنت أخذتها بهذا الشكل. Imagine situation. هو يشتغل مع آيفون مثلاً نفترض وجد فرصة عمل لزميل في سامسونج وزميل هذا الشيء. Imagine. فماذا يقول? If the company offered me the job, I would take it. يعني هو عنده عمل حالياً. وعنده شغل وكذا أموره طيبة لكن بينه وبين نفسه لو الشركة ذيك عرضت عليه العمل لكنت ماذا قبلت به. لازم تتخيلون الموقف يا شباب وإلا والله لو أقعد 100 ساعة أشرح في القواعد من غير ما تتخيلون الموقف لن تكون القاعدة ذات فائدة. ولهذا أنا أدفعكم I always urge you, push you to understand the situation, to understand what's going on in the context, في الموقف نفسه.
Number two, I'm sure Liz will lend you some money. I'm sure will lend you some money. I would be very surprised if she, what? She would refuse. If she would, ولا على طول refuse. She would refuse. ليش would? ليش would? عندك انت would هنا. I would. موجودة. Okay. شوف الربط ما بين النصف الأول من الجملة والثاني. I'm sure Liz will lend you some money. أنا متأكد يعرف أنه لز تعزك ولز يعني تقدر مواقفك معها وكذا يعني من أنا أتخيل وأكيد مش هتقول لا حكون أنا متفاجئ I would be very surprised if she refused يعني حتفاجئ جدا لأن حسب معرفتي بيها وكلامها هي دائما تتكلم عليك ودائما تشكر فيك فإذا or maybe she lent him before no هو قال I am sure يا عزيزي انتبه إلى الكلام I am sure Liz will lend you some money يعني أنت جيت علي مثلا قلت لي تتسلف من عندك 100 دينار والله أنا ما عندي الآن لكن لو تمشي لعلي علي صاحبنا علي أنا متأكد هيعطيك الفلوس وحكون متفاجئ جدا لو رفض. إذا هنا أنا أوافق من علي وعندي ممكن علم إنه علي عنده فلوس أحسن مني وأكيد مش حيردك بهذا الشكل. ولو ردك حكون أنا متفاجئ. معناه هنا إمكانية عدم الحدوث قليلة جدا. I would be very surprised if she refused. Three. Many people would be out of work if the factory closed down. شنو الموقف هنا؟ هل يتكلم عن مضارع أم مستقبل؟ السؤال هو هل المعمل هل الفاكتوري شغال الآن ولا مش شغال؟ شغال يعني لو تسكر في المستقبل ايوه يا سلام عليك الان انتم معايا على الخط اذا هو المعمل شغال it's working now but in case it is closed in case if it closed many people would be out of work اذا هنا or many people would be out of work if that factory closed down very good four She wouldn't get. Yes. If she sold her car, she wouldn't. شنو الموقف هنا؟ لو حتبيع سيارتها لن تحصل على ما يكفي أو نقود جيدة منها. شنو معنى هذا الكلام؟ لو باعت سيارتها Because the speaker knows that his car is not good well. Because the speaker knows. يا نجلة وبعدين معاكي. Okay. نجلة حنربط خيط حنجيب خيط لونه أزرق ولا أصفر نربطه أصبعك حنسميه خيط خيط الثيرد سينجلر حنربط خيط أصبعك كل ما تشوفيه تذكرين الأس Be careful. لازم تطلعي. هو يوم good day one day is good and one day is bad so to make it balance no it's okay. من التركيز عليها كده إن شاء الله okay he knows so the speaker knows yes that her car is not well because of that yes he predicts that if she sold her car Yes. So, السيارة تعبانة وحالتها تعبانة ومتعبة وما تسوى حتى 1000 دينار. Okay. فأكيد لو باعتها مش هتجيب لها حاجة. إذا هو متأكد. Okay. Five.
They are expecting us. They are expecting us. هم ينتظرون. هم متوقعين وصولنا. هم في انتظارنا. هذه الجملة الأولى. They would be disappointed if we not didn't come. Yes, yes, salam alaik. Yes, if we didn't come. شنو معنى هذا الكلام؟ معناته ليش تحط الود مع الاف؟ لا، شوفوا المقطع الأول. هم بانتظارنا، هم يتوقعون مجيئنا، معناه محضرين نفسهم، أكيد موتين حاجات، أكيد هم بالانتظار، يعني عرفوا أنه إحنا جايين، فأكيد محضرين أكل ومحضرين أشياء. فماذا سيحصل إذا لم نذهب؟ They would be شنو؟ disappointed. هيصابوا بخيبة أمل. They would be disappointed if we didn't come, or if we didn't come, they would be disappointed. Okay. اللي بعد. She would be terribly. Would George be angry if I took his bicycle? Okay. احنا عندنا خيارين هنا. Took مثل ما قلت انت وعندنا take. شنو الفرق ما بين الاثنين؟ With talk, it means unreal situation, and with take, it is a possible situation. إذن هنا, would George be angry if I took? إذن هنا, imagined. هذا الموقف متخيل. والثاني, if I take, real. حقيقة. يعني, if I take it, would George be angry if I take? يعني هسه لو أخذت الآن حيزعل مثلا؟ لكن نتخيل موقف نصبح impossibility حنقول if I took. فإذا الفرق ما بين الخيال أنه لا يحصل والreal يحصل. كل الكلمة هو happen not happen, possible to happen, impossible or not possible to happen. يعني يمكن أن يحدث أو لا يمكن أن يحدث بالإمكانية. Okay, number seven. Anne gave me this ring. Anne gave me this ring. She would be. Yes, would she be. Would. Yes, she would be terribly upset if I lost it. هل هو ضيع الخاتم؟ هل ضاع الخاتم من عنده؟ No. لكن هو ماذا يحصل؟ ماذا يفعل؟ يتخيل الموقف. Okay. Number eight. If someone walked. Philippia walk. Yes, if someone walked in here with the gun, if someone walked. Here with a gun. Okay. هنا يتخيل. لكن لو قال walks في المضارع شنو المعنى؟ With
the present tense will be a real situation. So this is what happened for the person who walked with the gun. This is exactly what will happen for the person. يعني خلي خلي يس اخلي عندكم يعني موقف انه دائما تخلوا في بالكم للتخيل. Have you watched the movie Jurassic Park? Have you watched the movie of Jurassic Park? شفتوا فيلم Jurassic Park بتاع الديناصورات؟ اكيد يعني واحد من الاجزاء ثلاثة او الاربعة اكيد مر عليكم في يوم ما صح؟ Yes. Yes, are dinosaurs, are they living now? Do they live now? Do we have dinosaurs now? No. Okay. ففي الأفلام في هناك شخصية ديناصور اللي هو التيركس هذا المتوحش يعني التيركس المفترس. الآن تتخيل لو مشى هذا التيركس في شارعكم ماذا سيحصل لك؟ لو أنت قعدت ولقيت تيركس في شارعك في شارعكم هل هذا ممكن؟ إذن كيف يكون؟ حتقول لي if a T-Rex walked ولا if a T-Rex walks؟ Walked. Why? Because it's nearly impossible. It's impossible. No T-Rexes now. They are extincted. يعني كلهم انقرضوا. لا يوجد شيء اسمه ديناصور أو تيركس أو يمشي في الشارع. لكن عندما هناك إمكانية للحدوث نستخدم المضارع البسيط. If someone walks in here with a gun, I would be or I will be. ممكن تقول I will be هنا. يعني تأتي مع would وتأتي مع will. لكن في إمكانية أن واحد يمشي مسدس بالشارع. إذا لما نتكلم عن شيء impossible to happen, impossible. ديناصور شو نقول يعني أشياء مثلا impossible to happen مثلا إحنا مثلا نلقى زرافة مثلا في الشارع زرافة إحنا في أفريقيا صح في لك أو فيل مثلا شنو يجيب الفيل في طرابلس مثلا بهذا الشكل فإذا لا يمكن أن يحدث هذا الشيء بهذا الشكل مثلا أو حيوان لا يعيش في البحر المتوسط مثلا الحوت هذا العملاق شو اسمه الحوت الأزرق مثلا it never اللي هو blue whale it never lives in the Mediterranean لا يعيش في منطقة البحر المتوسط فإذا هناك نتخيل شيء مستحيل ديناصور أو إلى آخره. أوكي حنتوقف هنا شوي لأن أخذنا وقت كثير في هذه القاعدة لكن هذه مهمة جدا ساعدكم to hypothesize present, past and future situations. إذا ممكن نستخدمها لافتراض شيء وهذا حيكون impossibility or to talk about possibility هي نستخدم فيها will. الموضوع طبعا لم ينتهي في عندنا لسه قواعد ثانية اللي يحب مثلا أريد حصة قادمة أستخدم الـ if and wish شوية فيها ضعف عند طلبتنا العرب ففيها مشكلة هذه الـ if and wish ومعرفة الفرق بينهم لأنه تعطيكم دفعة حقيقية في وصف مشاعركم في وصف المواقف اللي ممكن قد تكون مواقف علمية مواقف حقيقية فنحتاجها في الكلام عادة في الـ spoken English يعني نحتاجها وتسمعوها كثيرا جدا في الـ listening وتأتي في الـ reading أيضا فمعرفتها حتزيدكم قوة. Okay, any questions? أحد عنده أي سؤال قبل ما أنتقل إلى الجزئية اللي بعدها؟ دكتور لو سمحت سؤال الآن نعم. الإف اللي بعده ما يجي إلا باست بس فقط؟ لا يجي بعدها مضارع يعني عندنا حالتين يعني خلنا نوضحها بجملتين بسيطة جدا هنقول مثلا هنقول هذه فيها حالتين هنقول if you come we will go out وهنا عندي if you came مش come هنا كانت come مضارع أصبحت came if you came we would
go out. شنو الفرق ما بين الأولى والثانية؟ If you come, we will. If you came, we would go out. إذا نتكلم هنا عن possibility, possible. إذا جيتني حنطلع مع بعضنا. إذا جيت مريت علي أنا في البيت. إذا مريت حنطلع. معناه هناك احتمالية. أوكي. لكن استنيتك 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 ولم تأتي. فإذا احتمالية قدومك خلاص أصبحت مستحيلة. فأنا كنا لكن شنو حصل لي مع الأسف هنا؟ impossible to happen. إذا هنا نتكلم عن future وهنا نتكلم عن past بهذا الشكل. لكن المهم هنا إمكانية حدوث وهنا عدم إمكانية حدوث. بس هذا هو المضارع. يستخدم المضارع مع الإف للكلام أو للدلالة على الإمكانية، والماضي للدلالة على عدم الإمكانية بس، لا أكثر ولا أقل. أوكي. إن شاء الله يعطيك العافية. عفوا. فقط أحب أتكلم بس عن الهوم وورك اللي هو في الواجب. أحب أتكلم عن الرايتنج. نحب أناقش معكم مسألة إنه نكتب أرتيكل بسيط، يعني فقط لتطبيق الأشياء اللي أخذناها في الحصص الماضية. وطبعاً إحنا اليوم ثلاثاء، وهذا من هنا لنهاية الأسبوع، يعني عندكم يوم الأربعاء والخميس والجمعة لتسليم هذا الواجب، يعني 3 days، 3 أيام حتى نقطع أنه مسألة انشغلت ومشاغل وكذا. 3 days إلى يوم السبت يجب أن يكون عندي على الأقل، أعرف أنه من الذي كتب من الذي لم يكتب، وأستطيع أن أقيم أداءكم من أجل أنه نستفيد بأقصى ما يمكن الاستفادة فيما تبقى من هذا الكورس بهذا الشكل. لأن ممكن ببساطة شديدة أغير محتوى الكورس أو أضيف عليه حاجات مع الفيدباك الذي سيأتي منكم. هنا عندي بعض التوبكس، العناوين، توبكس بسيطة، أريكم تختارون واحد منهم، واحد فقط، واحد من هذه العناوين الأمامكم اللي هي في حدود 10 عناوين. مثلا how to find or choose a marriage partner، كيف واحد يختار زوج أو زوجة. How to propose، كيف يتقدم. How to lose 10 pounds in 2 days، مستحيل هذا. كيف تفقد 5 كيلو تقريبا، 10 pounds 5 كيلوات في يومين، هذه تحتاج لها. أوكي، يعني إذا هاجمك ديناصور ممكن يأكلهم 10 pounds من عندك في لحظة واحدة. How to grow a house plant، كيف تزرع شجرة في البيت أو نبات بيتي. Yes. How to kill a house plant، كيف نباتات الضارة طبعا. How to drive a teacher crazy، والله هذا التوبيك رهيب. كيف ما أعرف كيف نترجمها بالعربي هذه. How to drive a teacher crazy، يعني شنو معناها؟ تبلع. أكيد في هنا خبراء في هذا الموضوع. كيف تخلي يطلع الأستاذ من طوعة؟ By not doing the homework. By not doing the homework. هذا أقصر homework في العالم. حتكتب لي by not doing the homework. Very clever. إجابة ذكية لكن مع الأسف zero for it. Okay. Describe a wedding or other important ceremony. هذا الموضوع ممكن حلو. إنه ممكن المجتمعية. بهذا الشكل. Explain the steps in the educational system where you live. يعني وصف للنظام التعليمي في بلدك أو في مدينتك. على العموم take a topic. أنا الفكرة أنه تكون عندكم الفكرة هو باستخدام أحد هذه المواضيع اللي أخذناها. يعني إذا تتذكرون إحنا أخذنا هذه وينها؟ وينها؟ اللي هو
موضوع اللي يعني اللي شرحناه يتكلم عن هذه الشمبانزي إذا تذكرون عن الذكاء وإلى آخره. كان عندنا قطعة هنا how to give the cat apple. هنا أريد أعرف البروسس، يعني البروسس مثلا تصف إلى العرس ماذا يفعل الناس في البداية في الكذا، كيف يصنعون الطعام، ثم ماذا يفعلون، ثم ماذا يفعلون، ثم ماذا يفعلون، وهكذا. النظام التعليمي كيف يبدأ، شنو المراحل، ثم ماذا، ثم محمد تفضل. دكتور في سؤال اختار في البالي، يعني حاولت ان نحاول ان نرتب شويه افكار في بعض التوبكس في دماغي، فكنت نبي نسال هل it's possible to use then or after that يعني many times in one article. الانترنت انقطع. محمد ممكن تعيد كلامك، انقطع عندي الانترنت مره واحده. تمام دكتور، سؤالي هو can we use after that or then in war many times in war art. No عندك انت عندك كلمه، شوفوا هنا المثال، شوفوا هذا المثال، في عندك as soon as next this time then، استخدموا هذا، يعني قصدي هذا المثال امامك بهذا الشكل، حاول تستخدمه في كتابتك، يعني سمو model answer، إجابة نموذجية to help you. المهم عندك أنت في حدود الـ 17 أو 15 sentences، حتى لو كتبت لي 15 جملة it's okay، ليس هو الغرض بالعدد، الغرض بالبروسس، إنه يكون البروسس logical منطقي مرتب. فأنت ممكن تبدأ first step as soon as then this time next time when after that بهذا الشكل، يعني ممكن تستخدم. اللي اريده منكم انتم الان ان تستخدموا لي من 8 إلى 10 linking words، يعني المطلوب منكم 8 to 10 linking words. لماذا انا نفرض هذه 8 إلى 10؟ لان هذا هو المعدل المطلوب في امتحان IELTS to be cohesive، يعني أن تكون الجمل مربوطة ربط منطقي لا يقل عن هذا العدد من أدوات الربط بهذا الشكل 8 to 10 8 to 11 بهذا الشكل، هذا هو العدد المطلوب حقيقة. أوكي الآن do you want to write it in a humor way, in a humor style, or no? As you wish, as you like. It's okay if you like it in a humorous way. Why not? Let's have fun. قصدي لا تخلي الأمور يعني دائما معقدة أو serious كذا، بالعكس. Because that's what I read in the question. The question is told us to write it a humor way. Yes, but it's okay to write it credible one or something real. يعني احنا نحتاج انه يس تكون مثلا هيومرس، ممكن هو حسب السؤال انه ممكن نقول مثلا وينها هي، لا هنا بهذا الشكل، يعني try using humor. هو في السؤال هو يقول يس، شكرا على الملاحظه، using humor حاول يكون فن، يعني يكون مرح، يكون الارتكل ليس بذاك الجدية، يعني يكون في مرح، لأنه شوف السؤال how to drive a teacher crazy. هل هناك خطوات أو تعليمات من أجل أنه الطالب يخلي الأستاذ يفقد عقله أو يطلع من طوره أو كذا؟ yes okay، يعني كنا في طلبة في الإعدادي أو في الثانوي، وهناك بعض الطلبة المشاغبين كانوا يعني محترفين جدا في هذه الأمور. Okay, how to make or how to drive a teacher crazy بهذا الشكل. يعني ولكن سبحان الله بعد ما كبروا وعقلوا وصلوا إلى مراحل، يعني في منهم ما شاء الله أصبح من الخبراء. لكن yes. ولهذا أنا عادة naughty students are clever students. كل طالب مشاغب ذكي. That's it. يعني ذكي شنو؟ بذكاء الفطري، بذكاء البشري، ليس قد يكون كسول في المادة. لكن هذا لا يعني أنه غبي. That means they are always clever بهذا الشكل، لأنه اللي يخترع وسائل جهنمية there is a problem with the voice. Okay sorry، هذه مشكلة الإنترنت، وللعلم
كل الأجهزة في الإنترنت في البيت ما عدا اللابتوب بتاعي، معناها النت ضعيف جدا. الشعب كله فطر، كلها فطرة البشرية كلها. فالآن هو الإنترنت، الهجوم على الإنترنت. تعملون الحصة نعملها الساعة 7 صباحا بعد صلاة الفجر، حتلقون النت صاروخ، يعني الشعب كله نايم. Yes, sorry for this. Sorry. Anyway, yes, مش هنعطل، مش هنعطل، فقط بس. Okay, any questions؟ أحد عنده أي إضافة؟ هل أحد يحب يضيف شيء؟ Okay, أنتقل الآن، أنتقل معكم إلى Sorry, Doctor. Yes. Can I ask you just a question? Yeah. Do you like to write this essay in introduction and then the main body paragraph and the conclusion, or it as a complete essay like the one? Yes, like a paragraph. This is the idea. I want it like this. Okay. Two paragraphs will be okay. One paragraph will be okay. I want the process now. It's the format, Najla. Yeah, okay. I'm looking for the format. I thought that you. You want like the task to not yet. احنا هذا حيجي ان شاء الله، هذا نشوف بس اشوفكم ماذا سنكون. حنبدا بالكومباريزن كونتراست باراجرافز، حنخش في موضوع متقدم ان شاء الله او بدايه المتقدم. لما نخش في هذه من شابتر 7 الى شابتر 12 راح يكون يعني كل هالمواضيع مهمه جدا. لكن قبل ما اخش في هذا المهم جدا لازم اكون على الاقل عارف اعرف بالضبط اين انتم. I have to know where you are standing exactly. من أجل أن أكون أعطي الكورس فعالية قصوى، يجب أن أعرف أين يقف الطالب بالضبط. بس هذه هي. Okay. أنتقل الآن. Yes. Yes. تفضل. التفصيل بتاع الرايتنج، يعني كيف تبي يعني رايتنج، يعني الموضوع هل يعني تبي نطبق القواعد بتاع الرايتنج بالضبط حرفيا في اللي طالبه؟ هذه القواعد اللي سبق وان مرت عليكم هنا في هذه القطعه. احنا ناخذ موديل انسر، هذا الموديل انسر. This is my model answer. هذا هو عندكم how to give the cat apple, how to have, how to for example we say organize a wedding party. كيف ننظم حفله. How to drive a teacher crazy. كيف على قولتك نهبله للأستاذ. Okay. يعني yes. احنا المفروض لازم يكون في fun. لازم يكون في نوع من المتعة في الواجب. ومع هذا نتعلم. مع المتعة مع المعرفة نتعلم. يعني لا تأخذوا. تبينا نمشي يعني as a procedure. Yes. The procedure. Yes. Yes, بالضبط. Yes, and you have 3 days to submit the homework. You have 3 days. عندكم يوم الأربعاء والخميس والجمعة ثلاثة. يعني إلى حصة يوم السبت في الليل لازم يكون عندي homework. حتى السبت لو كتبته الصبح ولا كتبته الظهر، المهم مع الليل أكون عندي background عليكم كلكم، يعني مع يوم حصة يعني يوم. Yes. يعني topic. يعني topic و first yeah. main idea, second main idea, بالضبط. Example, بالضبط. Result, conclusion, كل هيك يعني. Yes, كله نفس هذه القطعة، نفس هذه القطعة. Okay, نفسها. خذ خطوات، 4 خطوات، اعملها 5 خطوات، 10 خطوات، المهم أدوات الربط تكون من 8 إلى 10. من 8 إلى 10 معناه هناك حدود 8 أفكار. فكرة وشرحها ومثال، فكرة وشرحها ومثال. فكرة وشرحها مثال، يعني في حدود 3 أمثلة. فثلاث مثال main idea، ثم explanation development، ثم example إذا كان في example. أوكي؟ ثم الفكرة الثانية وشرح الفكرة وأمثلتها، والفكرة الثالثة وشرحها وأمثلتها بهذا الشكل. فراح يكون عندكم، بس نوضح أكثر، بس أوضحها أكثر بهذا الشكل. يعني مثلا عندي نعمل الدايجرام او نعمل بهذا الشكل، حيكون عندي تايتل، بعدين عندي توبيك،
sentence. بعدين راح يكون عندي main idea one. بعدين راح يكون بعدها explanation. ثم راح يكون supporting examples. بعدين حنجي main idea two. ثم بعدها حيكون explanation تشرحها. ثم راح يكون بعدها supporting examples. ثم main idea 3 حيكون معها ايضا explanation. ثم supporting examples. بعدين آخر حاجة ما تكمل هذه تعطيني conclusion. conclusion أو ما يسمى بالسمري بهذا الشكل. هذه الخطوات راح تكون عندك main idea 1 main idea 2 main idea 3. ثلاث خطوات مع الشرح والأمثلة حتلقى في النهاية عندك أصبحت مقالة جاهزة. أوكي، اللي يهمني هو الشكل، الفورمات، خطوات الكتابة. ثم هشوف أدوات الربط، ثم راح أشوف القواعد، ثم هشوف الكلمات. يعني زي عملية تحليل، زي عملية سيتي سكان، زي عملية أخذ أشعة. كيف واحد يأخذ أشعة والطبيب يشوف الأشعة من خلال الأشعة يشوف داخل المريض؟ نحن حنشوف داخل الكتابة كيف هذه الأيام أو هذه الفترة اللي قضيتوها معي كيف تطورت عندكم أولي أو مبدئي لما سيلحق إن شاء الله لاحقا في الكورسات الأكثر تقدما. وهذا مثل إنذار مبكر، إنذار مبكر إذا وجدت هنا أي خلل راح أوجه على هذا الخلل، وبنفس الوقت الكل سيستفيد من هذا التوجيه لا أكثر ولا أقل. أوكي يا شباب، أعتقد وضحت الأمور الآن. يس، أعتقد الآن واضحة جدا جدا. أوكي clear. الآن حنبدأ نأخذ بس نمشي إلى IELTS Foundation. IELTS Foundation عندنا إحنا تمرين ينتظر الحل Multiple Choices. وإحنا قلنا في Multiple Choices في الحصة الماضية هو أحد الأسئلة التي أو الشائعة جدا في امتحان الآيلتس، وعادة فيها تكنيك. أول شيء أو أول تكنيك all the questions، إحنا قلنا نكتب note هنا all the questions come in order، come in order. هذا رقم واحد، يعني إذا بدأنا بالسؤال الأول في باراجراف بي مثلا هيكون اللي بعده في سي واللي بعده في دي وهكذا، come in order. Number two، قلنا في سؤالين two questions 100% wrong، 100% wrong، هذه طريقة الإجابة بالاستبعاد. وسؤال حنلقى 50% صح، ما يسمى correct، أو أنا إلى تسمية أخرى سميته بال semi correct. semi يعني نصف صح، semi correct. هيذكر فيه معلومة وصح ومعلومة غلط فتوهم الطالب. ثم واحد من الأسئلة أكيد راح يكون 100% correct حيكون. فإحنا شنو الواجب؟ إنه نجد الذين هم اثنين غلط من أجل أن نجعل المقارنة ما بين اللي هم 50% و100%، وبهذا نضمن إجابة صحيحة لجميع الأسئلة. احنا تكلمنا على السؤال الأول والثاني تقريبا. Can sometimes help them short term. خلينا نشوف الإجابة. هذا في صفحة
نشوف الإجابات. قلنا في paragraph 1 كانت الإجابة D. خلينا نشوف إجاباتكم. ما شاء الله الأول D والثانية B. yes قلنا والثانية B. الثالثة شنو؟ نمبر 3 D أيضا. ونمبر 4 الإجابة رقم 4 يا سلام B. والأخيرة 5 5 D. أوكي ما شاء الله تقريبا كل مجاوبة which is okay. إذن you are okay. لا خوف عليكم إن شاء الله في هذا الموضوع. لا يوجد خوف عليكم. أوكي هنجي فقط للتحضير لحصة غد إن شاء الله. أحب منكم أنه تحضروا لي هذه الصفحة. هذه الصفحة 97. هذه الصفحة اللي أمامكم. هذه الصفحة التي أمامكم. هنا عندي الهيدينجز. السؤال اللي يتكلم عن الهيدينجز أو العناوين، عناوين الفقرات. فعندي هنا نوعين من الفقرات. طبعا هذه بسهولة بسيطة أو هذه الصفحة أحب أنه تصوروها. فعندي list of headings هذه وهذه. أوكي أحب أنه تقرؤون هذا التمرين وبهذا الشكل وتحلون الهيدينجز. الهيدينجز قلنا اللي هي الفكرة الرئيسية. فthis is a homework. هذا هو واجب أيضا. هذه الصفحة هذه حقوم أنا بحلها معاكم واحدة واحدة، يعني من أجل أن أتأكد 100% correct. لازم أتأكد بنفسي إنه أنتوا، لأنه الهيدينجز تكنيك، الهيدينجز تكنيك هو أهم تكنيك في كل الآيلتس. لو عرفت كل فقرة ماذا تعني، الفكرة الرئيسية في كل فقرة، معناها أنتم بصراحة أموركم طيبة، أموركم يعني لن أخاف عليكم في مسألة الريدينج. لأنه كل صعوبة تواجه الطالب حقيقة يمكن حلها في الهيدينج تكنيك. الهيدينجز تكنيك هو الحل، هو الذي يساعدك. طبعا ليس بهذا الشكل المبسط جدا في الحياة الواقعية أو في الآيلتس الحقيقية، راح تكون الأمور شوية شوية أكثر تعقيدا، يعني مش تعقيدا، الأفكار ممكن تطرح بشكل أعلى شوية، لكن هي التكنيك واحد، المبدأ واحد. فهذا حيكون إن شاء الله your homework بهذا الشكل. فأتمنى أنه تعملوه، وبكرة حناقش معاكم إن شاء الله بهذا الشكل. طبعا أرجو المعذرة اليوم، يعني سأتوقف هنا لظرف خاص بي يعني، لكن يعني هذا فقط حالة طارئة اليوم هذا اللي حصل. فكان المفروض أن أجل حصة، لكن لا أحب أن أجل حصة لطلبتي بصراحة. لكن يعني الحال الحمد لله خير خير، يعني تعرفون رمضان وشو ظروف رمضان يعني. فأرجو المعذرة إن شاء الله، وإن شاء الله ألتقيكم غدا على خير. تصبحون على خير.